هنطبع ستيكر دلوقتي على ورق ستيكر A4 بيقبل الطباعة الانكجيت على برينتر ايبسون بأحبار فوتو، مش البرينتر اللي بأحبار سبليميشن. بنجيب الورق الـ A4 ستيكر انكجيت وبيتم الطباعة عادي زي طباعة أي ورق. طبعا الكواليتي بتاعه عالي جدا. دلوقتي ده التصميمات مطبوعة أشكال مختلفة مش شكل واحد، وهيتم قصها على قطر بلوتر سكاي كات بكاميرا. بيتم التقطيع حوالين الشكل الاوت لاين بتاعه او تفريغ خارجي وداخلي للشكل. مش شرط يكون التصميم كله من شكل واحد، لا، ممكن يكون فيه اكتر من تصميم في ورقة واحدة. مش شرط يكون الاوت لاين بتاعه منتظم، ممكن يكون اشكال عشوائية. بنشوف هنا الكتر بيقص التصميم قص خارجي وتفريغ داخلي، والشكل اللي بعده قص خارجي بس، والشكل الثالث قص خارجي بستروك. وطبعا هيبان لما نفرغ الكلام ده كله. ده اللوجو بتاعنا الشكل الدائري، وده دلوقتي تم القص والتفريغ حوالين الشكل ومن الداخل. ده تم القص حوالين الشكل فقط. واخر شكل معانا تم القص بستروك خارجي ابيض. احنا ادينا كل الاوامر دي في ملف واحد، في تقطيع واحد، في ورقة A4 واحدة. يبقى انت تقدر بنفس الملف تعمل اكتر من شكل واكتر من تصميم. Start print، ابدأ طباعة.